السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درجة لين من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنضيف زر مهمته إعادة إرسال رمز التحقق للبريد الإلكتروني. طبعا ببساطة شديدة يا شباب، نروح على الفيريفاي كود ساين أب مباشرة لهون بهذا المكان، ومنضيف الزر هون بهذا المكان، خليه يكون مناسب. مثلا نعمل هون إنكويل بهذا الشكل، هنعمل طبعا هون أون تاب بالبداية، وبعد الاون تاب حنعمل بكل بساطه للتشايلد تكست اوكي بهذا الشكل ريسنت بهذا الشكل، فظهر عندي هون. طبعا انا ممكن بكل بساطه اني اعمل التكست داخل سنتر بحيث يجي بالمنتصف تماما. ممكن على فكره اعطيه شويه الوان او اعطيه ستايل محدد، مثلا text style وليكن color add color dot primary color بهذا الشكل اوكي الى حد ما زيد الحجم font size، مثلا ممكن نخليه 22 تمام، او خلينا نقول 20. ايضا ممكن اعطيه bold او ما في داعي للbold بهذا الشكل. شايفه جيد انا اعادة ارسال الرمز. ممكن نعمل هون verify code اوكي على سبيل المثال اوكي. طبعا هون نحن يا شباب حنعمل نشغل الفانكشن اللي هي verify، حنعمل control dot recent. طبعا الريسنت مش موجودة هلا، حنأنشأها نحن، هناخذ recent بهذا الشكل، روح على الكنترولر بهذا الشكل واعمل هون الفانكشن حتى يزول عندي الخطأ. مثل ما شايفين راح الخطأ لأنه الفانكشن أصبحت موجودة حاليا بهذا الشكل. فهون أنا كل اللي علي أعمله أني أروح على طبعا بالبداية للبوست داتا بهذا الشكل. أنا عندي هون اللي بترسل الرمز التحقق مع البريد، عشان إذا كان صحيح يأكد الحساب. هنعمل فانكشن تاني هنسميها recent داتا بهذا الشكل تمام. طبعا حنرسل نحن البريد الالكتروني اكيد بتاع الشخص يلي حيتم ارسال رمز التحقق له مره اخرى. انا بس بحاجه البريد الالكتروني الخاص فيه تمام. حناخذ نفس هاي الفانكشن بالضبط اوكي. حنعمل هون اسينك عشان يروح الخطا عندي تماما. بالنسبة للفيريفاي كود أنا هون ما في داعي، فقط أنا بحاجة مثل ما اتفقنا البريد الإلكتروني. طبعا هون بدنا نغير اللينك، خلينا نروح على الباك إند وننشئ اللينك الخاص بهذا الموضوع. هنعمل recent.php، فبكل بساطة هأخذ أنا recent.php وروح لهون هذا المكان، هأعمل هون الصفحة، ضيف لينك الصفحة الصحيح هون recent بهذا الشكل اوكي. وبنرجع طبعا للصفحه الماضيه وبنعمل هون recent عشان يكون الموضوع 100% اموري تمام، نتاكد من اللينك انه صحيح وما في اي مشاكل. حلو كثير. هلا طبعا قبل ما نرفعه خلينا نعمل الصفحه الخاصه باعاده ارسال البريد الالكتروني. نفس اللي عامله انا بالساين اب تماما تمام. حناخذ الفيريفاي كود طبعا اللي هو بيتم توليده بشكل عشوائي، وأنا أيضا بحاجة البريد الإلكتروني صح ولا لا؟ هي أول نقطتين. النقطة الثانية أنا بحاجة إني أعمل أبديت للداتا الموجودة بال طبعا بجدول اليوزرز بحيث إني أعدل على الفيريفاي كود، وهذا الشيء بيتم طبعا إذا بتتذكروا بالانسيرت داتا عادة، ولكن هون احنا الحالة حتفرق. بس هناخد اول شيء الفانكشن الخاصة بالسند ايميل تمام، نضيفها بهذا الشكل. طبعا هون verify code e-commerce الامور تمام ما في اي مشكلة. طبعا دائما نحن حنرجع نتيجة صحيحة print success عشان بس انه ما يصير عندي اي خطأ، عشان النتيجة اللي بترجع لازم تكون جيسون صح ولا لا؟ فلازم دائما النتيجة تكون صحيحة، وبهي الحالة لا يمكن انه العملية تفشل تمام. فنحن دائما بنحط برنت ساكسس عشان نريح راسنا. بس باقي نقطة واحدة اللي هي الابديت داتا، لازم انا اعدل بجدول اليوزرز على الداتا حيث
هلا شوفوا يا شباب، ركزوا معي، بس بنروح الستراكشرز حيث اليوزرز ايميل تمام بتساوي الايميل هي اللي عم يصلني تمام بهذا الشكل. طبعا نضيفه داخل سنجل كوتيشن عشان ما يصير عندي اي خطأ. اوكي داتا، اوكي انا ضايفه مكان الوير. اوكي هون ما بننسى نضيف الداتا ايضا. الداتا يا شباب ببساطة شديدة اللي حنعمل ابديت عليها array، واللي هي اكيد حتكون ال verify code صح ولا لا؟ طبعا هون ما بننسى السيمي كولون بهالشكل. طبعا نعمل ريفرش على هذا الفيريفاي كود، فبالتالي اكيد حيتحدث بهذا الشكل. بعد ما يتحدث حيتم ارساله لهذا اليوزر بهذا الشكل. هلا اخر خطوه علينا نعملها هي انه نروح نعمل ابلود مره ثانيه، نرفع صفحه الريسنت بهذا الشكل. بعتقد الصفحه صحيحه باذن الله، ما في اي مشاكل، بنختبرها بشكل عملي هلا ما في مشكلة. بنرجع طبعا نحن لهون، بنروح لوين يا شباب؟ بنروح على الـ Verify Code Sign Up. طبعا هون نحن ما بننتظر لا نتيجة ولا بيهمنا الريكوست اللي بيرجع ولا بيهمنا أي شيء، نحن بس بنعمل حركة صغيرة يا شباب يلي هي طبعا شوفوا بناخذ الـ Verify Code Sign Up Data أوكي بهذا الشكل، بس بنستبدل الـ Post Data بالـ Recent Data تمام، وهي البريد الإلكتروني موجود بهذا الشكل. طبعا البريد عم يصلني أنا طبعا انا عم استلمه بالانيشال، على فكره بالاون انيشال عم استلمه واخذ قيمته، عند الضغط عليه مباشره حيتم ارساله لهي الصفحه، وانا لا في داعي اعمل اويت ولا اسينك ولا شيء، خلص انا ما بدي انتظر منه اي نتيجه تمام. بس ممكن هلا نعمل هوت ريستارت عشان تتخزن بشكل صحيح ونجرب هلا فعلا هل حيتغير عندي ولا لا، وهل حيتم ارساله ولا لا. هلا هل حيتم ارساله او لا؟ هلا حيتم ارساله اكيد تمام، بس انا عم استعمل بريد مش موجود عندي، فلذلك ما قدرت اتاكد من هذا الموضوع بشكل 100%، ولكن حاعمل تي اتش او اذا بنشوف اذا فينا نتاكد من شيء بريد عندي موجود. ثواني، في عندي بريد الرئيسي اذا موجود ممكن نتاكد منه. اوكي للاسف ما عندي ولا بريد حقيقي. طيب ما في مشكله، حنعمل تي اتش جيميل دوت كوم TH سائر. على كل الأحوال أنا بيهمني بس يتغير الرمز الخاص بسائر حتى يكون العملية صحيحة 100% تمام. هذا هو الرمز الخاص بسائر 90974. هلا أول ما أعمل ساين إن تمام، طبعا هلا ما رح يتغير لأن لسه أنا ما عملت ريسنت. أول ما أعمل ريسنت بهي الحالة لازم يكون تغير، ننتظر ثانيتين بعدين بنعمل بهذا الشكل. لهلا ما تغير، فمعناتها قد يكون عندي مشكلة، فعلا عندي مشكلة مثل ما شايفين هون بهذا الشكل. اوكي مشكلة تمام، خلينا نشوف شو هي المشكلة الموجودة عندي. انا عم برسل الايميل، بعتقد ما في مشكلة من هي الناحية، عم نحدث على اليوزرز فيريفاي، ما بعتقد في مشكلة هون. سند ايميل، اوكي المشكلة يا شباب بالابديت داتا. الابديت داتا لما عم بتحدث النتيجة تمام عم ترجع لي برنت ساكسس، وهي كمان برنت ساكسس، فصار عندي تنتين. لو دخلنا على الابديت داتا، الابديت داتا اذا انا ما حاطط الجيسون فولس فهي اوتوماتيك بتطبع لي جيسون انكود ساكسس، وكمان الفانكشن اللي بالاسفل كمان عم تطبع لي نفس الموضوع، فهذا الشيء سبب مشكله. فانا لحل هي النقطه بس حشيلها من هون، حنرجع نعمل ريفرش ونعمل ابلود. خلينا نرجع نعيد العملية هلا. نعمل مثل ما شايفين بهذا الشكل. اوكي بس نتأكد الريسنت كل الأمور تمام. نعمل ابلود مرة ثانية. هلا بنرجع بندخل سائر جيميل دوت كوم على سبيل المثال. سائر اوكي، طالما هو صفر فمباشرة حياخذني على الفيريفاي كود. طبعا الرمز التحقق لازال 9-0. هلا لو ضغطنا هون بهذا الشكل نشوف شو صار عندي. كمان خطأ مرة ثانية. تمام، الخطأ يا شباب ببساطة اني انا ناسي اضيف الانكلود اللي هي اهم شيء بكل صفحة اكيد، connect.php تمام. هلا بنرجع بنعمل ابلود
بهذا الشكل. وبنعمل هوت ريستارت، إن شاء الله هلأ ما عاد عنا ولا خطأ. سائر at gmail.com سائر الشكل ساين ان، حيخدني مباشرة على صفحة الفيريفاي كود، لأنه هذا الشخص مش مأكد حسابه صح ولا لا. ومثل ما شايفين يا شباب، رمز التحقق هو 90974. أول ما أعمل ريسند يفترض مباشرة يعمل لي ريفرش لرمز التحقق. نلاحظ أنه أعطاني هون ساكسس، فأكيد إذا هو عمل ريفرش للرمز. بنعمل هلأ ريفرش لهون، فبنلاحظ فعلا صار 36890. من أدخله 3 3 6 8 9 0 بهذا الشكل، فقال لي مبروك، تم إنشاء الحساب بنجاح، يمكنك تسجيل الدخول ببساطة شديدة. هلأ لو عملنا سائر at gmail.com بهذا الشكل سائر، وعملنا ساين ان، فبنلاحظ مباشرة حيخدني على صفحة الهوم بيج، وبالتالي حلينا المشكلة الأكبر بتسجيل الدخول، وصار عندنا صفحات تسجيل دخول احترافية 100% مثل أي صفحة موجودة بأي تطبيق عالمي. أتمنى يا رب الدرس يكون نال إعجابكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، اشتراك بالقناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.